عندي هنا وصلتين خشب زان، هذه طبعا أكبر من هذه، أبغى أقصها وأشوف، أبغى أحاول أصلح رفوف للحمام أو دورة المياه أكرمكم الله. هذا الخشب حقنا بعد ما قصيناه يطلع بالشكل هذا، ثنتين هذه قواعد، وهذه حتركب هنا في الأطراف كده، تقريبا يطلع شكلها. طيب دحين نبدأ نركب الخشب حقنا اللي قصيناه بهذا الشكل. لازم نسوي له ورا عشان يثبت مظبوط، وهذا الظهر هنا. لصقناه بالغراء وحطينا عليه ثقل عشان يتماسك وينشف. هذا الغراء غراء الغوريلا. عندنا هنا أطراف زايدة لازم نسوي لها قص، ممكن نشيلها بالصاروخ. طيب هنا عندنا مشكلة، نسينا المفروض القصة تكون دائرية، نسيت أسويها. أقصها دحين تطلع بهذا الشكل، قصة مش دائرية. وهنا دهنتنا بالسيلر صار كذا الشكل معانا. وهنا آخر شيء دهناه بالورنيش وكذا صار شكله.